فندم قائد القطار، والمؤسس يا فندم ده مصري اتأهل واتعلم واتدرب في شركة أفيك الصينية اللي هي اللي مصنعة القطار أثناء فترة تصنيع القطار وأثناء فترة تجميعه. هم سيادتك واخدين الصيانة، عشان كده هم خدوا 100 مصري في المرحلة الأولى، لأن إحنا سيادتك مشتركين معاهم حتى عقد الصيانة بتنفذ ب 90% من المصريين، ويا دوب المديرين هم اللي من الصين. سيادتك زيه بالظبط زميله، وده اتنقل لشركة أر إي تي بي الفرنسوية اللي إحنا تعاقدنا معاها مع الشركات المصرية في يعني التحالف، شركة فرنسية ولكن معاها شركات مصرية أخرى قطاع خاص مصري بتدير وتشغل هذا المرفق عشان نحافظ عليه، وعشان باستمرار نضمن سلامة وتأمين المستخدمين والقطار. طبعا الفندم الكابينة مجهزة بكل وسائل القيادة والتحكم في القطار، طبعا عداد السرعات، طبعا في هنا فندم ده مبين قدامه سيادتك لكل الابواب الخاصه بالقطار، ما بيقدرش يطلع الا لما كل اللوحه دي كلها سيادتك تخضر تبقى خضراء ويطمن تماما انه قفل كل الابواب، يبدا سيادتك يتحرك بالقطار. طبعا برضه ده متحكم فيه مركزي، هو بس موجود للطوارئ بيسوق، ما بيسوقش يدوي وما يتدخلش يدوي. القطر متحكم فيه من غرفه سيطره وتحكم مركزيه داخل الورشه اللي سيادتك هتشوفها دلوقتي. هنا يا فندم حاجتين كمان مهمين جدا، هنا كاميرا، وده اللي كان ينقصنا كاميرا يا فندم، هنا بتصور السكه عشان لو في لا قدر الله اي حادث او حاجه نقدر الكاميرا دي مصوره السكه، السكه كانت مكسوره او كان في حد عليها او في قطر كان قدامه، هنا بتصور كل حاجه. هنا يا فندم كاميرا خلف حضرتك وخلف قائد القطار هي بتصور تصرفاته، هو سابها ومشي زي ما بيحصل في بعض الاحيان، هو بيشرب سيجاره وده طبعا عندنا ممنوع. الكاميرا بنصور